السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءات خاصة، هتلاقوا لينك الأدمن في صندوق الوصف، وهتلاقوا كمان رقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف وعلى الشاشة. طيب حبيب قلبي، هو انتوا دلوقتي في مرحلة استشفاء، انتوا دلوقتي ده وقت الشفاء عندكم، يا اما بتشفي نفسك من مرحلة مؤلمة او من علاقة مؤلمة، او بتشفي نفسك من ألم عشته في ماضي، او تعب كنت بتمر بيه نفسيا. يمكن انت بسبب جرح نفس او ألم نفسي كنت بتعيشه في الفترة اللي فاتت، حصل ان في اشخاص بعدت عن حياتك. ليه؟ لانك ممكن كنت مختفي، ما كنتش مبين نفسك، كنت مش عايز تكلم حد، مش عايز تشوف حد، فيمكن في اشخاص انسحبت من حياتك او فهموا الموضوع غلط بانك مش عايز تشوفهم او مش عايز تعرفهم. في ناس مشيت من حياتك وحاليا انت زعلان على الاشخاص اللي مشيوا دول، ايا كان شخص، اتنين، تلاتة، في حد خرج من حياتك والحد ده خرج بسبب اختفائك، او انت ما قدرتش الشخص ده، او انت مثلا ما كنتش في طاقة العطاء الكافية، ممكن كان هو بيعطيك زيادة من الشيء وانت ما كنتش بتدي الشخص ده اي حاجة. دي رسالة للبعض مش للكل. الرسالة بتقولك ده وقت الشفاء، اشفي نفسك من اي علاقة مؤلمة، حتى لو كانت علاقة حلوة، حتى لو كانت حسستك بمشاعر حلوة، هي كانت مرحلة من حياتك ولازم تتم. ليه؟ علشان تتطور للطاقة اللي انت فيها دلوقتي. حتى لو كانت علاقة حلوة انت لازم تنسى وتتعايش مع الموقف. ليه؟ علشان يحصل التجلي في حياتك، يعني في التخلي يأتي التجلي، ايا كان الشيء ده، حتى لو كان تعلق بوظيفة او بحاجة، علشان تنمو في الشيء ده او الشيء ده ينمو في حياتك فعلا، لازم تكون عقلاني اكتر وتكون واضح بشكل كبير مع الحاجة اللي انت تكون عايزها. لازم تقولها كده لربنا بوضوح، انا عايز كذا، عايز الوظيفة دي، عايز البلد دي، عايز اسافر، عايز اهاجر، عايز الشخص ده في حياتي. تقولها كده لربنا بصراحة وبوضوح في دعائك، ما تكونش متردد، يا ترى اروح للشخص ده ولا ارجع تاني للشخص القديم. عارفين في ناس هنا مترددة، مش عارفين ياخدوا موقف، مش عارفين يتشافوا، ولا عارفين يتشافوا من منطقة ماضي، ولا عارفين يتشافوا من منطقة حاضر، ولا حتى بيفكروا في المستقبل. عموما انت محتاج تنسى الماضي، محتاج تسيب المستقبل في يد الله، ومحتاج تعيش طاقة الحاضر. انتم واقفين بين البنين، مش واثقين في احلامكم، مش واثقين في الشخص اللي انتوا عايزينه، ففي هنا عدم ثقه في الاحلام وعدم ثقه في الحاجه اللي انتوا عايزينها، مش واضحين بشان الحاجه اللي انتوا عايزينها، عارفين مش طايلين بلح الشام ولا عنب اليمن. شوفوا حبايب قلبي، الشفاء هو اللي هيوصلكم لاحلامكم، انتوا لازم تثقوا في الشيء او الارشاد اللي بيوصلكم من ربنا. في حاجة هنا ربنا بيرشدك انك تعملها وانت واقف في مكانك، وقت انك تتشافى. اشتغل على شفائك، اترك الامر لله وحده، واعمل الحاجة المفروض تقوم بعملها. يعني انت المفروض هنا لازم تقوم بشيء، لازم تعمل شيء. في هنا وقت اتخاذ قرار، وده وقت الهي، وانت مش قادر تاخد القرار ده، عشان كده بقول لكم لا قادرين تاخدوا بلح الشام ولا عنب اليمن. مفيش قرار، مفيش حد عارف يتوازن في الفترة دي، انتوا في حالة زبزبة، عارفين مش عارفين تقولوا لنفسكم الحقيقة، ولا قادرين تعترفوا بشيء جواكم، ولا قادرين تتركوا الماضي في حاله، ولا قادرين تكونوا في طاقة الحاضر. ودايما بقول المستقبل في يد الله. على فكرة انت لو بصيت لنفسك هتلاقي نفسك انت وحقيقتك انت هي الأكثر إثارة على الإطلاق في حياتك كلها. لو عرفت أنت مين وإنت كنت إيه في الزمن الآخر، هيتفك اللغز اللي أنت محير نفسك بيه، هتتفك الشفرة. أنت واقف بين البنين حبايب قلبي، اعلموا أن طاقتك وتفكيرك
يخلق واقعك المادي، وده سر الكون، سر العقل الباطن اللي ربنا حطه فيك وميزك بيه عن بقية المخلوقات. طاقة الجذب اللي حواليك مش طاقة عادية. ما بتبصش لنفسك انك مثلا، شوف انت مثلا شكلك ايه مثلا، بتقول انا مش حلوة قوي، ليه الطاقات دي كلها بتنجذب ليا؟ ليه كل البنات دي بتكون حواليا؟ طب ليه كل مثلا الرجالة دي بتبص عليا؟ انتوا فاهمين؟ مع ان انت مثلا لا عينين خضراء ولا شعر اصفر ولا اي حاجه ابدا، مثلا من اللي بيقولوا عليهم بقى ملكات جمال ولا الكلام ده، تكوني انسانه عاديه جدا مثلا، ويمكن تكوني فائقه الجمال لكن ما فيش عندك قوه جذب. انا عايزه افهمكم حاجه حبايب قلبي، الاشخاص هنا اللي بينجذبوا ليهم طاقات من غير جنسهم، يعني امراه بينجذب ليها الرجال بطريقه رهيبه ويمكن يفهموها غلط كمان، رجل بينجذبوا ليه النساء وبيعوزوا يخلوه ينجرف في الطريق الغلط. طيب ليه مثلا يقعد يبص لنفسه في المرايه ويقول انا مش حلوه قوي للدرجه دي؟ ليه كل الناس دي عايزاني؟ طاقه الجذب اللي عندك. خلاص انت خدت الفكره وحطيتها في دماغك، وكل دول بيجروا ورايا، فجذبت الواقع المادي لحياتك، هتفضل الحاجات دي كلها والطاقات دي تجري وراك. وكمان الاشخاص الروحانيه دول برضو حبايبي من الأشخاص اللي بيجذبوا الطاقات اللي بتكون دي، يعني طاقات ظلمانية بتكون وراكم باستمرار ليه، علشان تخليكم تنجذبوا انتوا ليهم. لكن ده ما بيحصلش، يعني ده ما بيحصلش، انت عشان روحاني ربنا بيحفظك منهم، ولكن هم بيتشافوا على ايدك. ده واقع، دي طاقة شفاء فيك انت. طاقتك هتخلق واقعك، تفكيرك هيخلق واقعك المادي بأمر الله وبإذن الله طبعا. وإذا كنت قريب من ربنا كل ده هيظهر قدامك، اللي هتركز عليه هيظهر في حياتك وهيبقى موجود في حياتك بالفعل. انت كنت شيء كبير جدا لا يستهان به في الزمن الآخر، منكم ما كانش طاقات بشرية أصلا، كنتوا طاقات ملائكية، ويمكن للبعض منكم هنا كنتوا زي كهنة أو أشخاص لا يستهان بهم في الزمن الآخر، ولكن أنتوا عديتوا بكارما سلبية هنا علشان تقطعوا عقد الروح اللي أخدتوه على نفسكم من زمن آخر. في ناس يمكن كانت واخدة عقد روح على نفسها أنها ما تتزوجش أبدا، عقد الروح ده لازم ينتهي علشان يقدر يكون الشخص اللي أنت عايزه في حياتك في حياتك. لازم تعمل تأملات، ولازم تقول بقطع عقود الروح اللي أخدتها على نفسي في الحياة السابقة. تعمل التمرين ده أكتر من ربع ساعة نص ساعة، وتتخيل نفسك ماسك مقص أو تمرين السيف وبتقطع الأحبال الأسرية من الزمن الآخر علشان تفك التعلق، وتفك كمان الحاجة اللي أنت قطعتها على نفسك أو العهد الكرمي أو العقد الكرمي اللي أخدته في عالم الأسير، إنك ما تتزوجش في حياة سابقة أنت أخدت على نفسك العهد ده، أو يمكن أخدت على نفسك أو أخدت على نفسك عهد أو عقد روح بإنك ما تتزوجش شخص بعينه، يعني الشخص ده كنت كان معاك في حياة سابقة فانت اخدت عهد على نفسك في الحياة السابقة انك ما تتزوجوش اصلا، او ما تتزوجوش لما تمر بكرمات معينة او عقود روح معينة، انك انت تغيره هو يغيرك، تكونوا تتحدوا مع بعض بعد عقد الروح ده ما يخلص. يعني في حاجة لازم هنا تتفك من عقود الروح السابقة علشان يتم الاتحاد ده، لا بايدك ولا بايد الشخص ده. دي رسالة جات لي هنا لازم اقولها لكم. الحاجة دي حبايب قلبي بتيجي بأمر الله، والاتحاد ده بأمر ربنا. وعلشان تبقوا عارفين، في علاقة هنا ستنمو امتى؟ هتنمو بأمر من ربنا، يعني كأنك هتشيل كنترول ايدك من الموضوع وتقطع عقود الروح السابقة وتكون مسلم الأمر لله. او لو انت مطالب بخطوة تعملها، لان في حد هنا مطالب بخطوة وهيكون الرجل، تمام؟ لو الرجل هو اللي بيسمعني، في حاجة بتتجلى ليك من السماء، في حاجة بتوصل ليكم من السماء تاني بتتكرر ليكم. الحاجة اللي هتركز عليها هي اللي هتكون في حياتك، والحاجة اللي انت عايزها ياريت تحدد، ياريت تحدد انت عايز ده ولا عايز ده، او عايز دي او عايز دي، او عايز العمل ده او عايز العمل ده، عايز السفر ده او عايز السفر ده. حبيب قلبي انتوا لازم تركزوا، انتوا في ناس مشتتة ولازم تركزوا انتوا عايزين ايه. في حاجة هتتخلق في واقعك المادي امتى؟ لما تركز عليها. على فكرة انتوا كمان مطالبين بشفاء الجسد والروح حبايب قلبي هنا، عشان قلت لكم ده وقت الشفاء.
محتاجين لتنظيف الروح بالاستغفار، ومحتاجين لتنظيف الجسد بالماء والملح كل 3 أيام علشان يبطل الطاقات السلبية من عين أو حسد أو سحر فيكم أو تراكمات عندكم من الطاقات السامة. عارفين أنا أصلا بعمل لكم الرسالة وأنا يعني قاعدة على المكتب، بس حاطة رجلية في ماء وملح. وحياة ربنا أنا بعمل شفاء لنفسي أنا كمان، لأني كل ما بعمل الطاقات بتاعتكم أنا كمان يعني بتعب، بيجيني زي طاقات سلبية، لأن في منكم كتير طاقتهم العامة فيها سلبيات. فحبة المية والملح حتى لو نقعت رجليك فيهم كده، أو مثلا أنت استحميت مية وملح كل 3 أيام، بتنظف الشاكرات وبتنظف الطاقات السلبية وبتكون جاهز. بكون جاهز ليه؟ للاستقبال حبايب قلبي، علشان تستقبلوا بقى طاقات الشفاء، تستقبلوا الحاجات الحقيقية اللي هتدخل في حياتكم، الحاجات اللي هتكون على أرض واقع. كمان محتاجين الاسترخاء، يعني ممكن تشغلوا القرآن بصوت واطي جنبكم وتسترخوا، أو موسيقى التأمل زي اللي أنا مشغلها دي، يعني حاجات كده للتأمل والاسترخاء حبايب قلبي. وانتوا حاطين رجلكم في مية وملح، أو انتوا يعني مسترخيين أو بتصلوا على سيدنا محمد أو كده، محتاجين طاقة هدوء. كمان نور ضعيف شوية، يعني نور خافت كده، ما تقعدوش في أنوار عالية أو إضاءة جامدة، محتاجين طاقة الهدوء. انتوا محتاجين استرخاء حبايب قلبي، ولو حتى في اليوم نص ساعة لوحدكم. في ناس هتقولي ما أنا قاعد لوحدي مثلا على طول، لأ هي مش بالقعدة لوحدك، بالعكس انت لو قاعد لوحدك باستمرار بتجيب لنفسك حالة اكتئاب. لكن بعض الوقت الاسترخاء والتأمل حبايب قلبي وتنظيف الشاكرات. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.